السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنرى أجمعين المصباح الذي يعمل بالحقل الكهرومغناطيسي. هذا الفيديو سنرى مكونات هذا المصباح. إذا هذا المصباح يمكننا أن نشتريه من علي إكسبريس، علي بابا، إي باي، أو يعني أي موقع. هذا المصباح يتكون بطبيعة الحال من مانيوال ديتيليزاسيون، ويتكون من قاعدة كهرومغناطيسية، مصباح. هذا المصباح الذي يعمل بالحقل الكهرومغناطيسي أو الشوم مغنيتيك. سنرى سنعمل تجربة لهذا الفيديو. من ثمن هذا المصباح فهو 100 دولار تقريبا بالشحن. يستعمل في للديكور فقط، يعني ليس بغرض الإضاءة بل بالديكور، ولكن يمكننا أن نستعمله للإضاءة في مثلا غرفة النوم. إذن سنعمل تجربة. سبلاي او لاليمونتاسيون 12 فولت. الان سنبحث عن نقطه للتوازن ديال المصباح، لان هذا المصباح يعمل وفق توازن الكهرومغناطيسي. سنبحث عن نقطه التوازن. هذه العملية لا تأخذ كثير من الوقت. يمكننا إطفاء أو إشعال المصباح من هنا، زر الإطفاء أو الإشعال. كما ترون فالمصباح يمكنه أن يدور كالمحرك الكهربائي. سأشرح لكم يعني قواعد هذا المصباح. إذن هنا ليس هناك تماس بين القاعدة والمصباح. سأصور لكم عن قرب، ليس هناك أي تماس بين القاعدة والمصباح. كما ترون ليس هناك تماس. ومن هنا من هذا الزر تاكتيل يمكننا إشعال وإطفاء المصباح. هنا سبلاي أليمونتاسيون